كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم أحبابي في هذا اليوم العظيم مع برنامجكم الأسبوعي درر من سور. واليوم معانا سورة عظيمة من سور القرآن، ألا وهي سورة يونس. وسورة يونس سورة مكية، وموضوع هذه السورة الرئيسي إثبات أن هذا القرآن حق من عند الله، ونفي الريب عنه، وإثبات ضرورة الانتفاع بهذا القرآن العظيم. قال الله جل وعلا في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. سميت سورة يونس لذكر قوم يونس فيها، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أنجاهم من العذاب. قال الله عز وجل عنهم: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إن الإيمان الحق هو السبيل إلى النجاة وكشف الكرب والأمن في الدارين في الدنيا والآخرة. ما هي الصفة التي تجلب لك نعمة النظر والتدبر والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى؟ هي صفة التقوى. قال الله عز وجل في سورة يونس: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض. اسمع وتأمل إلى هذه الصفة. قال الله عز وجل: لآيات لقوم يتقون، لآيات لقوم يتقون. بقدر ما يكون في قلبك من تقوى الله، بقدر ما ينعم الله عز وجل عليك من نعمة النظر والتدبر والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. بعد أن ذكر الله عز وجل حقارة هذه الدنيا وفنائها، قال في سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله يدعونا إلى دار السلام، إلى الجنة، وسميت دار السلام لسلامتها من النقائص والآفات وكمال نعيمها وحسنه ودوامه وبقائه. كأن النفوس تشوقت إلى دار السلام، فدلنا الله على طريقها. قال بعدها: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسنوا في عبادة الله، أحسنوا في طاعة الله، أحسنوا إلى عباد الله. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة أي النظر إلى وجه الله، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الله سبحانه وتعالى يدعوك إلى دار السلام، فهل تستجيب؟ أمر الله سبحانه وتعالى في سورة يونس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أرادوه المشركين على دينه أن يقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات فيها، وما فارق الخوف قلبا إلا خرب. من أجل ذلك هذه الآية عش معها أخي في الله، وتأملها واعمل بها. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قلها لقلبك حينما يضعف، ولنفسك حينما يغلبها الهوى، وحين تراودك خواطر السوء. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شتان بين من يفرح بالطاعة وبين من يفرح بالمعصية، شتان بين فرح يقودك إلى الجنة وفرح يقودك إلى النار. ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فضل الله الإسلام، ورحمته القرآن. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا
هو خير مما يجمعون. افرح بالإسلام، افرح بالإيمان، لأنها طريقك إلى الجنان، طريقك إلى السعادة والاطمئنان في الدنيا وفي الآخرة. استشعر هذه النعمة، خير من الدنيا وما فيها، كنوز القرآن خير من خزائن الأموال. الله عز وجل يقول في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما هو جزاؤهم في الدنيا والآخرة؟ قال الله: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: لهم البشرى في الحياة الدنيا الثناء الحسن والمودة في قلوب المؤمنين والرؤية الصالحة يراها العبد لنفسه وترى له. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة يدخلون جنات الخلود خالدين فيها أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان لله تقيا كان لله وليا. آية في سورة يونس تجعلك تستشعر قرب الله منك ومشاهدته لك واطلاعه عليك. يقول الله سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سواء في الخير أو في الشر، سواء عمل صغير أو عمل كبير، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. القرآن كله مواعظ، وقد ملأ الله سورة يونس بالمواعظ، فقال في وسطها: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فبعد أن أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وبين لنا طريق الجنة وطريق النار وقصص الهالكين وقصص الناجين، لم يعد لأحد عذرا ولم يبق لأحد حجة. قال الله في نهايتها: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل.